السلام عليكم، الله يسعد مساكم بالخير والصحة. أكيد الكل شاف خبر المشهورة اللي في الإمارات تم استبعادها بسبب إصابتها بمرض الإيدز وابتزاز رجال أعمال. طبعا رجال الأعمال هذولا ما خافوا من الله، نزلت عليهم العقوبة. الشيء الثاني يا طوال العمر، البعض منهم يظن إنها مشهورة إن عندها حصانة. لا والله، بعضهم ما طلع إلا من أوسخ مستنقع. هذه معلومة حطها في بالك، والله بعضهم ما طلع إلا من أوسخ بيها وقد خربتها. يعني ما حد في هذيك اللحظة ونزوة الشيطان ما يفكر، ما في تفكير، شهوة وضيعت مستقبله وحياته. يعني انتو شفتوا الموظف اللي في ارامكو اللي يقول دفع 25,000 وجابها وسكنها في فندق وصاحباتها وصار بين اللي صار، والرجل ما ارتاح لانها كانت ترفض اي واقي، تقول ما تثق فيني. طبعا هي هدف عندنا تنقل مرض، لانها مصابة، تبي العالم كله مصاب. وكم رجل اعمال قابلها في الرياض وفي مناطق مختلفة وفي دبي وفي قطر، وكان هدفها نقل الامراض، المرض هذا. يقول بعد ما قابلها ووسوس الرجال راح سوى فحوصات وللاسف طلع مصاب. انقلبت حياته من سعيد الى تعيس بسبب نزوة شيطان وعدم مخافة الله. اللي بقوله رسالة للشباب وللبنات، انتبهوا ولا تظنون انكم في حصانة من هذه الامراض. تحياتي. تصدرت جوري المغربية احدى صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الإصابة وانباء لطردها من مدينة دبي في الامارات التي تقيم فيها. واشعل مغرد سعودي مواقع التواصل بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي دعا فيها بطرد جوري المغربية من دبي لإصابتها وممارستها أفعال فاضحة في الإمارات. ولم تظهر المغربية الشهيرة بفيديوهاتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتنفي أو تؤكد هذه الأخبار، لكن كشفت وسائل إعلام من الإمارات أنه بالفعل تم طرد المغربية جوري من البلاد بعد إثبات إصابتها بمرض الإيدز. وللحقيقة لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن تؤكد أو تنفي الخبر. والخبر أثار حالة من الجدل في الإمارات وفي المنطقة العربية على منصات التواصل الاجتماعي. تعتبر جوري المغربية من أشهر صانع المحتوى البارزين في الإمارات وفي منطقة الخليج العربي. على الرغم من أصولها المغربية، إلا أنها نجحت في تكوين شعبية كبيرة في دول الخليج، ويتجاوز عدد متابعيها 2 مليون مشترك على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، يتابعها أكثر من 100,000 متابع عبر موقع التواصل التيك توك، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها بإعجاب الكثيرين من المتابعين.